الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية من القاهرة عاصمة الخبر، والبداية دائما بأبرز العناوين. كوريا الشمالية تهدد برد قوي على أي تحرك عسكري أمريكي، وتعتبر تحركات واشنطن تجاوزا للخطوط الحمراء. زيلينسكي يصرح بزيادة الهجمات الروسية وتعقد الموقف العسكري على الجبهة الشرقية للقتال. والفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ويكشف عن تخطي تضخم للمعدلات المستهدفة. أهلا بكم من جديد. هددت كوريا الشمالية بالرد بقوة على أي تحرك عسكري أمريكي، وحذرت كوريا الشمالية من أن أي تحركات أمريكية تجاوزت الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن أي تحرك عسكري أمريكي سيواجه بقوة. والآن إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا. طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 8 من الشهر الجاري. من جانبه أوضح النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الاجتماع سيخصص لآفاق تسوية السلمية للأزمة الأوكرانية على خلفية تزايد الإمدادات من الأسلحة الغربية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة منع القوات الأوكرانية من قصف مناطق بلاده الحدودية. شدد بوتين على أن هذه إحدى مهام وزارة الدفاع الروسية، مضيفا أنه من الضروري إصلاح وتعويض الخسائر الناجمة عن قصف أوكرانيا للممتلكات في المناطق الحدودية. ميدانيا صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الوضع على الجبهة الشرقية في أوكرانيا يزداد صعوبة، مشيرا إلى أن زيادة الهجمات الروسية على تلك الجبهة يأتي ذلك بعد وقت قصير من استقبال زيلينسكي لنظيره النمساوي فان دير بيلين لبحث تطورات العملية العسكرية واحتياجات كييف لمواجهة القوات الروسية. وفي هذا الصدد أكد زيلينسكي أهمية تشديد العقوبات ضد موسكو. من جانبه صرح الرئيس النمساوي فان دير بيلين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، صرح بأنه لا يرى إمكانية لإجراء محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية في الوقت الراهن. هذا وأكد الرئيس النمساوي أن بلاده ستقف إلى جانب أوكرانيا دفاعا عما سماه بالقيم الأوروبية. ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية تحرز تقدما في محيط مدينة بخموت برغم خسائرها. وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الروسية تحاول اختراق خطوط الدفاعات قرب بلدة ليمان، مشيرا إلى أن معارك عنيفة تدور في شرق البلاد.
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس بأن ألمانيا بحاجة لتصنيع دبابات ليوبارد جديدة في أسرع وقت ممكن لتحل محل تلك التي تذهب إلى أوكرانيا. وخلال تفقده لواء الدبابات ليوبارد 2 الذي سينتشر في أوكرانيا خلال الفترة القادمة، أوضح بيستوريس أن الجيش الألماني بحاجة إلى الأسلحة وزيادة إمدادات الذخيرة على المدى الطويل، وذلك بعد استنفاذ المخزون العسكري نتيجة التبرعات التي تقدم لأوكرانيا على مدار عام. مشاهدينا، الآن نتحول إلى إضرابات بريطانيا والتي تعد هي الأضخم في تاريخ البلاد منذ 10 سنوات. 3, 2, 1. شهدت العاصمة البريطانية لندن العديد من الإضرابات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين يطالبون بتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل الإضراب العديد من القطاعات الحيوية في البلاد مثل التعليم والصحة والنقل، وهي الإضرابات التي تعد هي الأضخم منذ 10 سنوات. قال الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية في بريطانيا، قال إن الأعداد الهائلة من المضربين توضح الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في البلاد. أفادت تقارير عسكرية بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا دول تتمتع بقوة قتالية عالية المستوى، فيما صنفت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كدول تنتمي إلى المستوى الثاني. في السياق، قال الجنرال الأمريكي كبير إن الجيش الإنجليزي لم يعد قوة قتال عالية المستوى وأنه غير قادر على حماية بريطانيا والحلفاء. في عالم بات يتأرجح على شفا حرب عالمية، أقدمت العديد من دول العالم كبيرها وصغيرها على وضع الخطط لتحديث جيوشها. المفاجأة هي بريطانيا التي كانت يوماً ما إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، تواجه حالياً تشكيكاً خارجياً وداخلياً في قدراتها القتالية. جنرال أمريكي كبير أبلغ وزير الدفاع البريطاني بن واليس أن الجيش الإنجليزي لم يعد قوة قتال عالية المستوى وأنه غير قادر على حماية بريطانيا والحلفاء، مشيراً إلى أنه وكلاً من الجيشين الألماني والإيطالي ينتمون إلى المستوى الثاني، أي الأقل استعداداً للقتال. لم يكتفي الجنرال الأمريكي بهذا التحذير، وإنما اعتبر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخاطر بالفشل في دوره كرئيس للوزراء ما لم يتخذ إجراءات عاجلة لتحديث الجيش كماً وكيفاً في ضوء التهديد الأمني المتزايد الذي تشكله روسيا. ريشي سوناك دخل على خط هذه التصريحات مؤكداً أن جيش بلاده لا يزال بخير ويمثل قوة قتالية عالية المستوى. قادة في حلف الناتو رفضوا هذا التشكيك الأمريكي، مشيرين إلى أن الجيش البريطاني قد يكون ضعيفاً في الآونة الأخيرة لكنه لا يزال قوة قتالية هائلة. وبالرغم من هذه التطمينات، فإن وزير الدفاع البريطاني نفسه يؤكد تراجع جيش بلاده عن نظرائه، وأن ثمة حاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لإنقاذ الوضع. وفي هذا السياق تشير تقارير عسكرية إلى أن بريطانيا تفتقر إلى القدرة على الدفاع عن أجوائها ضد مستويات الضربات الصاروخية، كما أن الجيش قد يستغرق 5 سنوات لنشر فرقة قتال حربية قوامها 30,000 جندي مدعومين بالدبابات والمدفعية والمروحيات. في ضوء التوترات العالمية الراهنة، هل تنجح الحكومة البريطانية في سد هذه الفجوة وإصلاح قدرات القوات المسلحة التي كانت من أولويات ريشي سوناك فور توليه منصبه رئيساً للوزراء؟
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس لتتراوح الفائدة من بين 4.50% إلى 4.75%. أوضح الفيدرالي الأمريكي أن التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا، ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات هذا العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض وساهم في تباطؤ معدل التضخم إلى مستوى 6.5% في ديسمبر الماضي. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده رفع أسعار الفائدة. أشار باول إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل مسعيه للوصول بمستوى التضخم إلى 2%. قمنا برفع سعر الفائدة ب25 نقطة أساس، وهذا يجعلنا نصل إلى 4.75%، وسنواصل مراجعة الموازنة. مع هذه الإجراءات نحن قمنا بزيادة سعر الفائدة، وسنواصل هذه المساعي حتى نصل إلى سياسة نقدية تكون تقييدية وتتيح لنا إعادة مستوى التضخم إلى 2% مع الوقت. رأيتم إجراءاتنا في الطلب وخصوصا في الإسكان، والأمر سيأخذ وقتا حتى يكون هناك أثر كامل، وخصوصا بالمقارنة مع التضخم. أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في بيانه أن الطلب على العمالة فاق العرض بشدة، وأشار إلى أن المجلس يواصل مساعيه لإعادة أسعار إلى مستويات معقولة، إلا أن هذا سيكون هدفا في المدى البعيد على حسب قوله. إعادة الأسعار إلى مستوى مقبول سيكون هدفنا في المدى البعيد. السجلات القياسية التي تحققت في الأسعار يجب أن يتعاطى معها. وحتى أختم، نحن أفهم أن إجراءاتنا تؤثر على الشركات والأسر والعائلات، وكل شيء نفعله يهدف إلى مساعدة المواطنين وحتى نبسط الاستقرار في الأسعار. اتساقا مع التوقعات، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 0.25% في أولى اجتماعاته بالعام الحالي. وبالرفع الأخير بلغت الفائدة أعلى مستوى من عام 2007 لتتراوح ما بين 4.50% إلى 4.75%. وبالرغم من تباطؤ وتيرة رفع الفائدة، إلا أن الفيدرالي الأمريكي واصل الوعد بزيادات مستمرة في تكاليف الاقتراض كجزء من معركته ضد التضخم التي لم تنتهي بعد. مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال ينظر إليها على أنها تضيف إلى حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في دفع التضخم إلى الأسفل لإعادة نسب التضخم إلى 2% دون التسبب في ركود عميق أو التسبب في ارتفاع كبير في معدل البطالة من 3.5% الحالية. في غضون ذلك تفاقم معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة تمويل الديون الأمريكية المتنامية، ويرى الخبراء أن تكلفة الديون تترك مجالاً أقل للكونغرس للإنفاق على الأولويات الأخرى كالتعليم والصحة والبنية التحتية ومكافحة ظاهرة التغير المناخي. مستقبل قاتم يصوره الخبراء مع تنامي الديون الأمريكية، حيث توقعوا أن تتجاوز مدفوعات فائدة الديون الميزانية العسكرية بحلول عام 2025 أو 2026، والتي تقدر بنحو 800 مليار دولار.
أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يتم العثور على أي وثائق سرية جديدة في منزل الرئيس بولاية دلاوير. وكان مكتب تحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منزل بايدن في مرحلة جديدة من عملية البحث عن وثائق مصنفة بأنها سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب رئيس باراك أوباما، فيما قام المحققون بأخذ بعض المواد والملاحظات لمزيد من المراجعة. أثارت جولة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ الأسيوية قلقاً في الصين من مساعي الحلف لبناء علاقات مع جيرانها. وخلال زيارته لليابان أعلن ستولتنبرغ أن الناتو يعتزم إبرام اتفاقيات مع مجال الدفاع في طوكيو. حالة من التوتر تشهدها المنطقة وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الصين وحلف شمال الأطلسي، فالناتو الذي يخطو نحو تقارب كبير مع اليابان وكوريا الجنوبية لم يخفي نواياه الرامية إلى التصدي لمحاولات الصين توسيع نفوذها في منطقة وصفها الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ بالمهمة لأوروبا. رحلة ستولتنبرغ الأخيرة لطوكيو تأتي وسط تدهور العلاقات بين الصين واليابان التي أعلن خلالها أن الناتو بصدد إجراء اتفاقيات عسكرية ودفاعية تزيد التعاون مع القوات اليابانية. اتهامات متبادلة بين الصين والأمين العام لحلف الناتو بدأت بعد توجيه ستولتنبرغ انتقادات شديدة لبكين قائلاً إنها تستعرض قواتها على جيرانها وتهدد تايوان. تقوم بكين ببناء قدراتها العسكرية بشكل كبير بما في ذلك الأسلحة النووية دون أي شفافية. إنها تحاول تأكيد سيطرتها على بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان وتحاول فرض السيطرة على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك دول الناتو. ولم يكتفي بذلك بل أضاف أنها تبني قواتها العسكرية بشكل كبير بما في ذلك الأسلحة النووية. ما أريد تأكيده هو أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية، وأن عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين المعسكرات غير مرحب بها. التطورات في المشهد العالمي حدثت بعد أن أدرج حلف الشمال الأطلسي للمرة الأولى الصين في خريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها خلال قمته في مدريد العام الماضي، معتبراً أنها تشكل تحدياً لمصالح دول الحلف وأمنها. ثمن العاهل الأردني عبد الله الثاني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجان الخدمات العسكرية والمخصصات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث تم التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهميتها كعامل محوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، فضلا عن سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. اقتصاديا، أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة للمستثمرين بهدف التوسع في الأنشطة التي تسري عليها الرخصة الذهبية. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن الهدف من إصدار الرخص الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة. أعلنت الحكومة المصرية طرح أكثر من 20 شركة في البورصة خلال عام 2023، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح الشراكات في البورصة الأسبوع المقبل. رياضيا، تأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف دون رد في الدور التمهيدي على ملعب بن فطوطة في مدينة طنجة المغربية. سجل حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف المهاجم محمد شريف الهدف الثاني عند الدقيقة 56،
وذلك قبل أن يحرز البديل بيرسي تاو الهدف الثالث في الدقيقة 86 ليلتقي الأهلي مع الدور أو في الدور الثاني مع فريق سياتل ساوندز الأمريكي يوم السبت المقبل على ملعب طنجة من أجل مقعد مؤهل للدور قبل النهائي أمام ريال مدريد بطل أوروبا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، ولكن قبل الختام إليكم تذكرة بأبرز وأهم العناوين. كوريا الشمالية تهدد برد قوي على أي تحرك عسكري أمريكي، وتعتبر تحركات واشنطن تجاوزاً للخطوط الحمراء. زيلينسكي يصرح بزيادة الهجمات الروسية وتعقد الموقف العسكري على الجبهة الشرقية للقتال. والفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ويكشف عن تخطي التضخم للمعدلات المستهدفة. ختام النشرة، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم بالفعل متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر.